وصفه معجزه لعلاج الكلف، تبييض الوجه، محاربه التجاعيد وعده منافع. تعطي نتائج من اول استعمال طبيعيه بدون اي اضرار جانبيه وصالحه لجميع انواع البشره. وصفه اليوم كنحتاجوا فيها ثلاثه المكونات اللي متوفرين ومتواجدين الحمد لله في المغرب وسهله التحضير والاستعمال. انصح جميع متابعاتي باستعمالها لانها وصفه جد رائعه وفي نفس الوقت عندها عده فوائد على البشره. قدروا يستعملوها كبار السن لمحاربه التجاعيد، ونقدروا نستعملوها لتفتيح البشره وتبييض الوجه. كلشي دير لايك في هذا الفيديو وصل اكثر عدد ديال الناس. الاخوات اللي جربتها تخلي لنا النتائج المحصله في كومونتير، وما تنساوش بارطاجيو. اول مكون غنحتاجو هو حبه خيار. ثاني مكون اللي غنحتاجو هو الطين الاخضر لارجيل فير. المكون الثالث هو منقوع لوبان الدكر. بالنسبه للناس اللي ما عرفوش لوبان الدكر، هو نوع من انواع السمغ يتواجد عند بائعي الاعشاب. اول خطوه غنديرو غناخذو ملعقه من الطين الاخضر، غنضيفو لها ملعقه من ماء الخيار، وغنضيفو لها ملعقة كبيرة من منقوع لوبان الدكر. نخلطو المكونات جيدا تيولي الخليط متجانس وعلى شكل كخيم. من بعد غنديرو الماسك ديالنا لمدة 20 دقيقة أو أكثر، يعني تينشف على الوجه. نحاولو ما ندويوش في لحظة التطبيق، أبخي نغسلو بالماء بارد والصابون. من أحسن وأروع الوصفات اللي تقدروا ديرو ماسك للوجه طبيعي بدون أي آثار سلبية. كلشي دير جيم وإكسبلور وحبو.